السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأعزاء، أتمنى بأن تكونوا بخير وعلى خير. عندنا هذا الجهاز، جهاز الاستقبال للقنوات الفضائية إيكولينك زين بلس. هذا الجهاز هو جهاز عالي الأداء وعالي الدقة، يحتوي على منفذي USB، أحدهما لمفتاح الواي فاي والآخر يمكن استخدامه كذاكرة خارجية، متوافق مع تطبيقات اليوتيوب، الاتصال واي فاي وكذلك منفذ لان RJ45. يتيح لك هذا الجهاز، جهاز الاستقبال زين بلس، والذي هو متصل بواسطة الكابل مع طابق الدش الموجود فوق سطح المنزل، الوصول إلى مجموعة من أكثر من 8000 قناة دولية مع تنقل بسيط من قمر صناعي إلى آخر. يمكنك حفظ برامجك المفضلة على المفتاح USB في أي وقت. كما يعد هذا الجهاز من بين الأجهزة المتطورة والأجهزة الجديدة في السوق. يتوفر هذا الجهاز على عدة خيارات، ومعالج GX66-21، مما يتيح له أن يكون فعالا للغاية في التنقل. الجهاز مزود بمنفذ كابل RJ45 للسماح بتوصيله مباشرة بالراوتر ضد ISL أو الألياف البصرية، كما يعمل كذلك بمودم 3G أو 4G أو لاسلكي، أي عبر الواي فاي، والحصول طبعا على اتصال أفضل. يتوفر هذا الجهاز على خصائص تقنية، معالج كما قلنا GX6621، خاصية الأش 265 والأش 264. بالنسبة للصورة، صورة فلاش دي 1080p، 2 جيجا وحدة معالجة مركزية، ذاكرة الفلاش 8 ميجا، برنامج يوتيوب وخاصية ديلنا والقرآن الكريم. ما بين برامج الموجودة في هذا الجهاز هو كذلك قارئ البطاقات، له منفذ HDMI، USB من صنف 2، النص التلفزيوني OPG والترجمات، كذلك مراقبة الوصول والمؤقتات، تغيير وقت زمني وصوت دولبي C3. كذلك له منتجات ذات صلة ومميزات، كذلك من بين المميزات وآخر تحديث لهذا الجهاز إيكولينك زين بلس، 15 شهرا من سيرفر الفوريفير، نظام الملتي سيستريم للقنوات الأرضية بيوت كيو بدون انترنت، 3 أشهر IPTV من تطبيق ديمان لايف، كذلك خدمة فود زائد سيري، كذلك خاصية الأبولو IPTV والIP أوديو، وكذلك تفعيل خاصية IP2 SAT والIP أوديو، كذلك خاصية هيفيك H265 وجميع أنظمة شفير بما فيها البيس والبويرفي والتنديبيرغ وتحديثان أونلاين نت أبغراد. إيكوزين بلس يختص ببعض الامتيازات، منها 15 شهرا من سيرفر فوريفير و12 شهرا كذلك من أبولو IPTV، كذلك 12 شهرا MITV ثم MIVOD. نقوم الآن بشرح بعض السيرفرات التي يتميز بها هذا جهاز الاستقبال، منها سيرفر فوريفير ثم ملتي ستريم ثم سيرفر بوتكيو. نبدأ الآن بسيرفر فوريفير. ما هو سيرفر فوريفير؟ سيرفر فوريفير هو سيرفر تمتلكه شركة القوصات الصينية، هذه الشركة عملاقة جدا في هذا المجال، حيث تمتلك مجموعة من المهندسين والهاكرز الأقوياء. الفوريفير 4 هو السيرفر الوحيد الذي يستطيع فتح باقات نظام التزاوج، عندنا ليرديتو والكوناكس والفيديو جارد، لذلك يتصدر هذا السيرفر على جميع السيرفرات الأخرى مثل سيسكام وغيرها. الباقات التي يفتحها هذا السيرفر فوريفير، بالنسبة لقمر نيلسات يفتح باقات قنوات IRT، هي قنوات سعودية في الأصل تبث من دولة مصر، فجميع قنوات IRT في نيلسات تفتح بسيرفر فوريفير. كذلك باقات قنوات YSN هي قنوات تبث من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعتبر باقات YSN من أقوى الباقات حاليا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهي تعمل بثبات على سيرفر فوريفير. بالنسبة لقمر عرب ست هنالك باقات المجد TV، هذه مجموعة من القنوات السعودية كذلك تبث من الرياض، متخصصة البرامج الإسلامية وكذلك برامج الأطفال تحفيظ القرآن الكريم، تعمل بثبات على سيرفر الفوريفير. كذلك باقات أخرى كباقة قنوات بيوت كيو كذلك تعمل بثبات على قمر بدر ست. بالنسبة إلى قمر أسترا كذلك، أسترا 19 شرقا، باقة أكوليي الإسبانية المعروفة التكية سابقا تعمل بنظام تزاوج. باقة موفيستار فهي باقة عملاقة وتحتوي على العديد من القنوات التي تفتح بهذا السيرفر سيرفر فوريفير. كذلك باقة سكاي الألمانية
نجد فيها جميع قنوات سكاي الألمانية من قنوات رياضية وقنوات وثائقية وقنوات الأفلام وغيرها. كذلك قمر لوتبيرد 13 درجة شرقا يفتح بروفير العديد من الباقات على هذا القمر، مثلا الباقة البولندية إنسي بروند، الباقة البولندية سيفرو بولسات، والباقة البولندية الأخرى أورانج، والباقة الفرنسية بيس وتيفي فرنسا، كذلك الباقة اليونانية غريك نوف، والباقة السويسرية SRG SSR سويس سويتزرلاند، كذلك نجد الباقة الإيطالية الراي. كذلك القمر أسترا 28.2 شرقا تفتح هنا باقة سكاي UK، وهي باقة قنوات سكاي البريطانية التي تتميز بتعدد قنواتها. كذلك قمر أوتيلسات 5 درجة غربا تفتح كذلك باقة البيس وتيفي فرانس، وكذلك باقة فرانسات فرانس. أما بالنسبة لقمر تركيسات 42 درجة شرقا تفتح باقات تركي ديسمارت، حيث أنه يمكن كسر العديد من القنوات في قمر تركيسات عن طريق سيرفر فوريفر. فباقات قنوات ديسمارت تركي تحتوي على الكثير من القنوات المتنوعة. كذلك قمر أوتيلسات 16 درجة شرقا باقة دي جي ألب ألبانيا، باقة ترينغ تيفي ألبانيا، باقة ماكس تيفي سات كرواتيا، وباقة MTL بلغاريا. بالنسبة لقمرة أوتيل سات 9 درجة أست هناك باقة كوسموت تيفي غريك، وباقة كابل كيوسك جيرماني. بالنسبة لقمر تور 1 درجة غربا هذا القمر يحتوي على العديد من الباقات التي تعمل بسيرفر فوريفر. عندنا باقة دي جي تيفي أورل هونغاري رومانيا سيربيا، باقة نوفا دي جي غزيرش ريبوبليك، باقة نوفا دي جي سلوفاكيا، باقة UPC ديريكت هونغاري NSS 6 95 درجة شرقا يفتح الفوريفر في هذا القمر باقة ديش تيفي، هذه الباقة العملاقة على هذا القمر والتي تعمل بنظام تزاوج صعب كوناكس. نقوم الآن بشرح الملتستريم. الملتستريم أي البث المتعدد، وهو تقسيم ترددات إلى أكثر من حزمة، كل واحدة ذات ضغط رقمي، ويمكن جميع قنوات الـ SD مع قنوات الـ HD على نفس التردد، كما يمكن أن تشمل كل حزمة قنوات تلفزيون وراديو وبث أرضي وقنوات تحت الطلب وقنوات الداتا المتعددة على ترددات مخصصة للإرسال الرقمي الأرضي TNT و DTT، وكل ذلك على تردد واحد وبأقل تكلفة، لكن يتطلب ذلك أجهزة ذات تنوير خاص ومتطور. وعادة هذه الترددات تكون مخصصة لخدمة إعادة الإرسال الرقمي الأرضي TNT أو DTT، بحيث يتم إرسال تردد عبر القمر لاستقباله وإعادة بثه في مناطق بعيدة أو لتفادي مشاكل تضاريس الجغرافية. في هذه الحالة القمر ما هو إلا وسيط للعبور بتردد إلى منطقة معينة. نظام الملتستريم في هذه التقنية خاصية متعلقة بالتونير، أي لا تأتي بالتحديثات، أي يجب أن تكون متوفرة في التونير. كما ترون أدوات التونير هي تقنية تمكن من الإرسال الفضائي لعدة حزمات معدة مسبقا لإعادة الإرسال الأرضي. للعلم قنوات الملتستريم هي قنوات مفتوحة، الهدف من هذا هو اقتصادي، يعوض استئجار عدة ترددات لبث عدد كبير من الباقات، يمكن الاكتفاء ببضع ترددات فقط. إليكم قائمة قنوات TNT الفرنسية ملتستريم على قمر أوتيلسات مثلا، أوتيلسات 5 غربا، كل قناة فرنسية بصيغة HD 10-8P مثلا، TF1 فرنس 1 فرنس 2 فرنس 3 فرنس 4 فرنس 5 فرنس 0 IRTE M6 W9 C-Star NRJ 12 6TER TMC TFX TF1 سيري فيلم وإلى آخر لائحة. وهذه قائمة بعض قنوات ميديا سيت الإيطالية المفتوحة مجانا على قمر أوتيلسات 5 غربا بتقنيات الملتستريم. إيطاليا 1 HD لاسات لاسات دي لاسات HD لاسات دي HD سبورت إيطاليا بادر بيو تيفي واللائحة طويلة كذلك. عندنا هنا بيوت كيو، هذه المحطة هي محطة مقرصنة تلفزيونية مدفوعة تأسست عام 2017، حيث تبث بشكل متزامن برامج ومباريات قناة بين سبورت العربية التي تتخذ من قطر مقرا لها. تحتوي أجهزة فك التشفير الخاصة بها على إمكانية الوصول إلى خدمات أبي تيفي المختلفة التي تقدم عدد من القنوات الحية ذات المحتوى الترفيهي وغيره. الآن سنتطرق إلى بعض أنظمة تشفير تلفزيوني. هذه الأنظمة عندنا نظام تشفير تلفزيوني
هذا التشفير هو عبارة عن إشارة تلفزيونية تغير بعد قيمها وفق عمليات رياضية معقدة بواسطة حاسوب، ولا يمكن مشاهدة هذه الإشارة إلا عن طريق جهاز أو بطاقة يحمل نفس قيم تشفير مدخلة على الإشارة. وتختلف هذه العمليات من شركة إلى أخرى، والسبب هو التنافس الشديد بينها. عندنا بعض أنواع التشفير، عندنا نظام الإرديتو، ثم نظام بيتا كريبت، ثم نظام فياكسس، ثم نظام كريبتورك، ثم نظام كوناكس، ونظام باورفيو، كذلك نظام نيغرافيس، ثم نظام ميديا غوارد سيكا، ثم نظام فيديو غارد، كذلك نظام البيس. هذه كلها أنظمة تشفير تلفزيوني. متابعينا الأعزاء، كانت هذه بعض الشروحات لهذا الجهاز، جهاز الاستقبال إيكولانك زين بلس، وكذلك بعض التوضيحات للسيرفرات التي تعمل على هذا الجهاز. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.